أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن السوق في طريقها إلى الاستقرار بعد قرار إعادة توجيه الدعم، مشيرا إلى أن أغلب التجار استجابوا إلى التوجيهات الصادرة من الوزارة. الزياني قال في تصريح لمركز الأخبار إن الوزارة قد وجهت إنذارات إلى عدد قليل من التجار الذين لم يلتزموا، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وزارة الصناعة والتجارة منذ صدور قانون إعادة توجيه الدعم بخصوص اللحوم، في البداية احنا تركنا الموضوع ياخذ مجراه في السوق، وتلقينا اتصالات عديدة من المواطنين، بعضها شكاوي بعضها استفسارات. وبعد فترة 5 أو 6 أيام لما شفنا أن بعض التجار لم يفوا بالمسؤولية الاجتماعية اللي وضعت تحت أيديهم، اضطرينا للتدخل من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال توجيه بعض الإنذارات. والشيء اللي سر أنه من 192 إنذار تمت الاستجابة من 187 محل، وخمسة اللي ما استجابوا تمت أخذ إجراء قانوني معاهم والإغلاق الإداري في حقهم. بالنسبة إلى التجاوب بعد ذلك، رصدنا نزول في عدد المكالمات، ربما هاي تكون بادرة إيجابية أن السوق بدأ يستقر، ولكن احنا وضعنا في الوزارة مستمرين إن شاء الله، ونستجيب لكل شكوى أو كل اقتراح في حد ذاته، وندرس دراسة مستفيضة وناخذ الإجراءات المناسبة بالنسبة له.